من هي صفرية خاتون زوجة السلطان ألب أرسلان؟ ما هي أهميتها التاريخية وما هي المعلومات المتوفرة عنها؟ عن هذه الأسئلة أعزائي سيكون هذا التقرير من قناتنا منارت الثقافة. قبل أن نواصل ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. ندعوك أيضا إلى زيارة موقعنا manartfirdaus.com والذي ستجدون فيه الكثير من الأبحاث التاريخية والملكية، وطبعا فإن رابطه في صندوق الوصف. صفرية خاتون هي زوجة السلطان ألب أرسلان، وهي أيضا والدة ملك شاه وتدش الأول وجدة أحمد سنجر. لم يذكر تحديدا عدد الأبناء الذين أنجبتهم، ولكن تم التأكيد على أنها والدة السلطان العظيم ملك شاه. هي ابنة أرسلان يوسف ابن تكين، ولقد بدأت حياتها في الدولة القازخانية حيث كانت تعيش حياة الملوك في كنف والدها. لم تكن صفرية هي الزوجة الوحيدة لألب أرسلان، حيث كان متزوجا من أكشة خاتون، والتي يرى البعض أنها هي نفسها صفرية خاتون، إلا أن البعض الآخر أكد على أنهما زوجتان مختلفتان تماما. ولقد تزوج ألب أرسلان من زوجة أخرى تدعى شاه خاتون، والتي كانت ابنة قادر خان يوسف، وتزوجت قبل ذلك من غزنوي مسعود. وأما الزوجة الأخيرة التي ذكرها التاريخ فهي ابنة الملك الجورجي، والتي تزوجها سنة 1067 وطلقها بعد فترة وجيزة. وعلى الرغم من وجودها ضمن عدة زوجات، فلقد كان لصفرية وضع خاص جدا في قصر ألب أرسلان. كانت هي سيدة الدولة الرئيسية، وكان لها شأن كبير حيث كان يهابها جميع من حولها. استمرت سلطتها طوال فترة حكم زوجها، ولقد تمتعت أيضا في ظل حكم ابنها نظام الملك بسلطة ونفوذ كبيرين. ولقد ظلت صفرية خاتون صامدة وساندت ابنها السلطان ملك شاه لسنوات عديدة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت في السنوات الأخيرة، فيروى أنها أصيبت بالزهايمر، كما كانت علاقتها سيئة جدا مع زوجة ابنها تركان خاتون. يروى أن هذه الأخيرة قد قامت بعدة مؤامرات ضد، ويتهم البعض تركان خاتون بتسميم حماتها. وهكذا كانت نهاية صفرية خاتون. تكمن أهميتها التاريخية في إنجابها لملك شاه، حيث يعتبر هذا الأخير من أحسن الملوك سيرة، وكان يلقب بالسلطان العادل. كما كان لصفرية تأثير كبير على الدولة، حيث كانت من أقوى النساء أنذاك. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو. نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.